ياسر كامل عضو اللجنة الوطنية المرحبية لوزارة التجارة. الوقفة الاحتجاجية هذه هي وسيلة للتعبير عن رأينا في ما أقدم عليه السيد الوزير المتنخرة، لها إمكانية كبيرة لتغيير الحكومة، وفما حوار وطني، وفما تسميات قاعد يحاول باش يقوم بها على مستوى مفاصل وزارة التجارة، اللي هي تسميات بالوقت والوقتها وانتماءات الأشخاص هذوما ما تخلينا كان نحكم عليها أنها تسميات مشبوهة. بالنسبة لنا احنا مطالبنا واضحة، هو أنه التسميات ما يلزمش تخرج عن الكفاءات الموجودة في وزارة التجارة، فما شاء الله من الكفاءات، وبالتالي أنه باش يقع تسمية مدير عام مصالح المشتركة من خارج وزارة التجارة باش نرفضوه وباش نواجهوه. يعني هو دخيل على الوزارة؟ هو دخيل على الوزارة، ما ينتميش لوزارة التجارة، احنا عندنا أبناء الوزارة توفر فيهم الكفاءات وتوفر فيهم الإمكانيات لإدارة هذا المرفق العام. كما قلت لك الوقت والأسماء هي اللي تخلينا نحكم على أنه التسميات هذه مشبوهة، بالتالي قمنا بالوقفة الاحتجاجية هذه، وفما توا أطراف نقابية قاعدة تفاوض مع السيد الوزير في انتظار أنه ناخذ موقف واضح منه، مش مجرد تسويف، مش مجرد وعود، يعني مناش باش نتراجعوا، باش نحاولوا بقدر من الوسائل المشروعة بطبيعة الحال أنه نوقفوا التسميات المشبوهة هذه.